صباح الخير وأوراق الشجر والطير، من بارح وأنا أفكر وأجيب اسمك على الشاهي وأتخيل إنك سكر. صباح الخير يا حلوة. هلو، أنا كمبرت شفاي في اليوم، شو رأيكم؟ أحمد شو رأيك؟ شو رأيك شو؟ كبرت شفاي في حاليا انا واحمد رايحين وين؟ معرض اكسبو في الفجيره خرفكان. خرفكان، مشكلتي ما ادري في الخرفكان وفجيره، ما علي راح تتعلم. هو لنا بالنص، هو نص لا بدايه الخور، هو مربح تطلع من مربح بعدين قدفع فهو بالنص. حكيفك ما ادري. المهم نكون متواجدين هناك انا ومشاعل، راح يكون شيء او يعني صار لنا فتره طويله مو مسوينه، انه راح نقدم، راح يكون في فعاليات ومسابقات وهدايا وجوائز، فحياكم كلكم، واللي هي من طرفنا يفوز بتفوزها اكيد. ويعني غشاش انا واحمد كنا دائما كل اسبوع كنا نقدم فعاليات، نمسك فقره المسابقات، فمن تزوجنا وقفنا هالامور ما قدمنا يعني لا مسابقات ولا شيء، فهذه أول رجعة. وأدري إن الحين خبرناكم والحين رايحين، بس تعرفون ضغوطات الجامعة وخريجين، ف هو خاسرني كان يحبني بس شو أسوي. هلو، أنا وأحمد والله نتقبل النقد، نتقبل منكم كل شيء، بس ما ابلع اللي يتكلم ومسوي عمره هو احسن منه. او لا احمد شو رايك؟ هو صراحة كلامك كله صحيح، لكن انت ما شاء الله عليك، انت هدي شوي. ما اقدر. هو امس اللقاء كانت اللي طالع بالسوشيال. اول شيء انا اسفة اني قلت لك تشوب، حتى لو انت غلطان. لا 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 لا. غلط مني. هم غلط اللي غلطوها، ان اللي شافوا لقطه مو يعني مكتمله، هذا كله كان اديت، يعني في لعبه بالاديت، فانتوا صدقتوا ان هي قالت لي تشوب على يعني شيء ما يسوى. لا، مشاعر قالت لي تشوب، انا كنت معصبه لان في بنيه جت تتصور وياي وانعجبت فيني وانا قلت لها اي لاف يو، وهي قالت لي تشوب وزعلت مني. السناب اللي جاي اباكم ترفعون الشاشه عشان تشوفون اللقاء عشان تفهمون شو اللي صاير، وانا مستحيل ازعل منك. فافهموا اللقاء، لا مستحيل ازعل منك يعني. اوكي صح انكم قاعدين بزاويه واحده، بس لا تشوفون الموضوع من زاويه واحده، تشوفوه من كل الزوايا. نعم. خليكم اذكياء. يقولون لا تحكموا الكتاب من غلافه. شوفوا مشكلتنا هنا بالوطن العربي انه يشوفون شيء وما يبحثون عن مصادره. شوفوا المصادر اول شيء، بعدين شوفوا اللي تبون تشوفونه، لانك انتم قاعد تظلمونا. وغير ذلك مشاعر لو قالت لي تشوب انا متقبل منها، لانها قالت لي اياه. وبعدين يعني يقولون ان انت ما عندك شخصيه والبنيه تقول لك تشوب، وانت شو تبوني اضربها يعني باللقاء انا؟ لا لا، البنيه ادري عنها، انا من احساسي من داخلي احمد يعرفني ويعرف من كثر انا احبه. أه. ولو قلت له تشوب ولو سبيته تراني ما بس انا ضربتك في البيت اعترفي. لا انا سحبيت. يلا عاد انا ما اخلصهم بيومين. طبعا سوية يا ما تتكلم عادل والله. تكلمي فلبيني تراك. يلا انت شاب اوف او ماي جاد، قوم روح لها، ترى ما بعدت المعجبة، روح لها. بروح